الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هدى وبشرى للمؤمنين. من هم هؤلاء المؤمنون؟ الله سبحانه وتعالى وصفهم بأنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. قد يسأل سائل: لماذا اختار الله من بين أركان الإسلام الصلاة والزكاة؟ بالمناسبة، الصلاة عبادة بدنية، بينما الزكاة عبادة مالية. الصلاة عبادة متعلقة بالخالق، بينما الزكاة عبادة متعلقة بالمخلوق. يعني إذا أردت أن تلخص الدين كله في كلمتين، أقول لك إن الدين اتصال بالخالق وإحسان إلى المخلوق، اتصال بالخالق وإحسان إلى المخلوق. وهكذا قال سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. كأن الله سبحانه وتعالى جعل الصلاة ركنا في بابها، وجعل الزكاة ركنا في بابها. فالصلاة أساس العبادات، أنت تصوم من أجل أن تصلي، وتحج بيت الله الحرام من أجل أن تتصل بالله عز وجل، وأنت تدفع زكاة مالك من أجل أن تصلي. إنها الفرض الوحيد الذي يتكرر والذي لا يسقط بحال. الصيام يسقط على المريض وعلى المسافر، والحج يسقط على الفقير وغير المستطيع، والزكاة تسقط على الفقير. أما الفرض الوحيد المتكرر الذي لا يسقط بحال إنها الصلاة. إنها عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. إنها سيدة القربات وغرة الطاعات، إنها معراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات، إنها مناجاة الحق، إنها اتصال بالله عز وجل، إنها ذكر لله، وأقم الصلاة لذكري. لذلك ربنا عز وجل اختار من بين أركان الإسلام كلها الصلاة، هي في بابها ركن. يعني الصيام للصلاة، والحج للصلاة، والصلاة للصلاة. العبادات التي في جوهرها اتصال بالله، في رأسها الصلاة، فربنا عز وجل اختارها واكتفى بها. قال: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. كل الأعمال التي في جوهرها إحسان إلى المخلوق إنها زكاة. إعطاء مالك للناس من أجل أن ترحمهم، ومن أجل أن تخفف من مآسيهم، ومن أجل أن يرضى عنك ربهم، هذه الزكاة. فربنا عز وجل وصف المؤمنين وصفا بليغا موجزا جامعا مانعا. قال: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. وما لبعض الناس لا يزكي؟ قال الله عز وجل: وهم بالآخرة هم يوقنون. لأنه حينما يجعل الإنسان اهتمامه كله في الدنيا ويسقط الآخرة من حسابه، أغلب الظن إنه لن يصلي ولن يزكي، لأن الدنيا مبلغ علمه وغاية قصده. أما حينما تنتقل اهتماماته إلى الدار الآخرة، حينما يدخل الآخرة في حسابه اليومي، هؤلاء الذين يدخلون اليوم الآخر والوقوف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة في حسابهم اليومي، في بيعهم، في شرائهم، في نظرتهم، في غض بصرهم، في عطائهم، في منعهم، في غضبهم، في رضاهم، في صلتهم،
في بعدهم الإنسان له حركات وسكنات كثيرة جدا، له نشاط كبير. إذا أدخلت اليوم الآخر في حسابك اليومي تبادر إلى الصلاة وإلى الزكاة. فلذلك الإيمان باليوم الآخر يأتي في الدرجة الثانية بعد الإيمان بالله. من كان إيمانه بالله ضعيفا فبالتالي يمكن أن يكون إيمانه باليوم الآخر ضعيفا. من لوازم الإيمان بالله الإيمان باليوم الآخر، لأنه اليوم الآخر هو يعطي الدنيا فلسفة خاصة. الدنيا فيها قوي وفيها ضعيف، فيها غني وفيها فقير، فيها ذو حظ عظيم وفيها ذو حظ ضئيل، فيها إنسان يملك وإنسان لا يملك، إنسان صحيح إنسان مريض. هذه الحظوظ موزعة في الدنيا، توزيعة ابتلاء. أما إذا اكتفيت بالدنيا تحس أن في هذا العطاء إجحافا، لما أعطى فلان ولم يعطي فلان. أما إذا آمنت باليوم الآخر تشعر أن فهمك للدنيا يصبح فهما صحيحا. فلذلك من لوازم الإيمان بالله أن تؤمن باليوم الآخر. إذا آمنت باليوم الآخر يصبح إيمانك هذا رادعا لك عن أي عمل لا يرضي الله عز وجل. ما الذي يمنع القوية من أن يستخدم قوته لأخذ مال الناس؟ إيمانه باليوم الآخر. ما الذي يمنعك أن تنظر إلى امرأة لا تحل لك نظرة شهوة؟ إيمانك باليوم الآخر. فلما ربنا عز وجل وصف المؤمنين بأنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة قال وهم بالآخرة هم يوقنون. أما لماذا جاءت هم مكررة؟ وهم بالآخرة هم، بعضهم قال هذه للقصر، يعني الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وحدهم يؤمنون بالآخرة. الآن في معنى دقيق جدا، أن إيمانك باليوم الآخر لا عبرة به ولا قيمة له إن لم يكن هناك في عملك اليومي ما يؤكده. كلام بكلام، ما من مسلم على وجه الأرض ينكر اليوم الآخر، ولكن الذي لا يعمل لهذا اليوم ولا يتقي الله ولا يخشى الوقوف بين يديه هو بشكل عملي بشكل واقعي ليس مؤمنا بهذا اليوم، ليس مؤمنا بهذا اليوم. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وهم بالآخرة هم، يعني هم وحدهم يؤمنون باليوم الآخر لأنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. من دلائل إيمانك باليوم الآخر إقامتك للصلاة وإيتاؤك للزكاة. إذا آمنت بالله واليوم الآخر فلا بد من أن تصلي ولا بد من أن تزكي. إذا ادعيت أنك مؤمن بالله واليوم الآخر ولم تصلي ولم تزكي فإيمانك باطل. هذا كله من كلمة هم الثانية، وهم بالآخرة هم. شيء آخر، هم الثانية قال بعض العلماء هي لوصف شأنهم، يعني أحيانا الإنسان يفعل شيئا لا يعبر عن شأنه، وأحيانا يفعل شيئا يعبر عن شأنه. فلو أن إنسانا أخذ شيئا ليس له خطأ، هل نقول عنه إنه سارق؟ لا، ليس من شأنه أن يسرق. أما إذا كان إنسان له سوابق وأخذ هذه الحاجة التي ليست له فهذا من شأنه. فربنا عز وجل في تكرار كلمة هم أشار إلى أن هؤلاء من شأنهم أنهم يوقنون باليوم الآخر. فلذلك أيها الإخوة دعونا من بعض التفصيلات في عملك اليومي. إذا لم تدخل هذه الوقفة بين يدي الله عز وجل، تدخلها في حسابك، هذا الذي يأخذ ما ليس له، يعطي أقل مما يجب أن يعطي، هذا الذي يسهى ينسى يغفل، هذا الذي يتجاوز يطغى يبغي يأخذ يعتدي، هذا ليس مؤمنا باليوم الآخر بشكل قطعي. لأنك إذا آمنت بهذا اليوم العصيب وبهذا الحساب العسير لا يمكن أن تفعل هذا الذي تفعله. فلذلك سيدنا علي قال رضي الله عنه
في بعض الحديث عن هؤلاء يعني لا تجد في أعمالهم ما ينبئ أنهم مؤمنون باليوم الآخر. إذن تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. شيء مصيري، شيء خطير أن تسأل نفسك هذا السؤال: هل أنا مؤمن باليوم الآخر؟ التساهل في طاعة الله، إذا كان في بيت أحدنا معاصي أو مخالفات أو تقصيرات، إذا كان في تعامل اليومي تجاوزات، في شيء من الحرام بدخله، في شيء من الحرام بإنفاقه، في شيء من الحرام بعلاقاته مع الناس، بسهراته، بمجالسه، بندواته، بنشاطه، في شيء من الحرام بكلامه، كيف يمكن أن يكون هذا الإنسان مؤمنا باليوم الآخر؟ لا يبالي. لو أنه بالى بهذا اليوم لسارع إلى الطاعة، إلى طاعة الله عز وجل. فهذا الذي يوهمك أنك بمجرد أن تقول أنا آمنت باليوم الآخر فأنت مؤمن، هذا يوقعك في الوهم. لن تكون مؤمنا باليوم الآخر إلا إذا كنت مستقيما، لن تفرز في صف المؤمنين باليوم الآخر إلا إذا كان الإيمان باليوم الآخر واضحا في عملك. الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن. طيب هذا الذي يأخذ ما ليس له، هذا الذي يعتدي على حقوق الورثة ويأخذ النصيب الأكبر ويصلي، كيف يكون هذا الإنسان مؤمنا باليوم الآخر؟ هذا الذي يقع في المعاصي ويعلم أنها معاصي، كيف يكون مؤمنا باليوم الآخر؟ مستحيل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه أعرابي قال له: هل عرفت الرب؟ قال: نعم. قال: فماذا صنعت في حقه؟ قال: هل عرفت الموت؟ قال: نعم. قال: فماذا أعددت له؟ فالإنسان يكون واضح مع نفسه، لا يعيش بالوهم، لا يعيش بأحلام ممتعة لكنها موهومة. في عنا شيئين، في عنا وهم مريح وعنا حقيقة مرة. أنا أنصح كل أخ كريم أن يبحث عن الحقيقة المرة لا عن الوهم المريح. الوهم المريح نحن إسلام الحمد لله، نحن قلنا الجنة، نبينا بيشفع لنا، هذا وهم مريح يريحك من التعب والنصب والانضباط والبذل والعطاء والخوف. أما أن تقف عند حدود كتاب الله، أن تعرف ماذا يعني الإيمان باليوم الآخر، إنه يعني الطاعة لله عز وجل. فإذا كان في الطاعة خللا، كان في الطاعة تقصيرا، فهذا يدل على ضعف إيمانك باليوم الآخر. إذن يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، يعني أسقطوها من حسابهم، أزاحوها من أهدافهم، يريد الدنيا فقط. وهذا حال معظم الناس، يريد بيتا وزوجة ودخلا ومركبة ومكانة ورفعة، يريد أن يفعل كذا وكذا، وأن ينتقل من مكان إلى مكان، وأن يأكل ما لذ وطاب. هذه الدنيا تملأ كل همه، هذه الدنيا تصبح كل علمه. لذلك إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم، همه التزيينات، همه أن يغرق في النعيم، أن يغرق في المباهج، في المسرات، همه أن يكون في أعلى درجة من المظهر الفخم في بيته وفي حياته اليومية وفي أثاث بيته وفي مركبته، همه هذا المظهر. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم. الحقيقة يعني إذا عزوت الشيء إلى الله عز وجل فهذا من باب أن الفاعل هو الله، وإذا عزوته للإنسان أو إلى الشيطان فهذا يعني أن الإنسان مخير وأن هذا من كسبه. يعني مثلا لا تقع في حيرة إذا قال الله عز وجل: وزين لهم الشيطان أعمالهم، وإذا قال الله عز وجل: زينا لهم أعمالهم. إذا عزي التزيين إلى الله عز وجل
فهو من باب أن الله هو الفاعل، وإذا عزي التزيين إلى الشيطان فمن باب أن هذا العمل هو كسب للشيطان. يعني إذا قال مدير المدرسة للطالب لقد رسبت، معنى ذلك أن هذا من تقصيره، أن تقصيره وعدم اهتمامه وتهاونه أدى به إلى الرسوب. وإذا قال هذا المدير للطالب لقد رسبتك، بمعنى أن الذي اتخذ القرار هو المدير، فإذا عزوت قرار الرسوب إلى المدير من باب التنفيذ، وإذا عزوته إلى الطالب من باب المسؤولية. فالإنسان لمجرد أن يزيح الآخرة من حسابه اليومي، لمجرد أن يجعلها خارج اهتمامه وراء ظهره، لمجرد أن تتربع الدنيا على عرش قلبه، لمجرد أن تصبح الدنيا أكبر هم الإنسان مبلغ علمه، لمجرد أن تكون كل خواطره دنيوية، عندئذ زينا لهم أعمالهم. يظن أن هذا العمل عظيم وهو عند الموت لا قيمة له أبدا. فدائما عندك مقياس دقيق، ما قيمة هذا العمل بعد الموت؟ لو أنك فعلت كذا وكذا، زرت كذا وكذا، التقيت مع كذا وكذا، هذا العمل ضعه على محك القبر، ماذا ينفعك بعد الموت؟ لا شيء، إذن لا قيمة له عند الله. لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، معنى يعمه أي في حيرة، يحتار. المنافق كالشاة الحائرة بين الغنمين، مذبذبين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هذا المنافق لا هو مؤمن فيقطف ثمار الإيمان، ولا هو كافر فيقصى من دائرة الإيمان، مذبذب. مثل المنافق كالناقة ربطها أهلها، لا تدري لا لما عقلت ولا لما أطلقت. هذه الحيرة، هذا التيه، بيقول لك نحن في ضياع، نحن تائهون، لا نعرف ما المصير، لا نعرف إلى أين نحن سائرون. هذا كله كلام أهل النفاق، لأنه حينما ترك الآخرة وأعرض عنها وأخرجها من حسابه وجعل الدنيا مبلغ علمه ومنتهى أمله، الله عز وجل جعل عمله في نظره هو العمل الصحيح. يعني أحيانا إنسان بيتلف يعني كسوة بيت بمئات الألوف حتى يغير لون الرخام أو لون البلاط، يقول لك لم يعجبني. طيب هل أنت مخلد في الدنيا؟ ما إن ينتهي من كسوة هذا البيت حتى يأتيه ملك الموت، إلى أين هو يمشي؟ زينا لهم أعمالهم. طبعا الشيء المباح مباح، لكن حينما الإنسان يدع طريق الإيمان، حينما يدع الواحد الديان، حينما يطلق لشهوته العنان، حينما يجعل الدنيا كل شيء، حينما يجعل المال كل شيء، يجعله دينه ومعبوده، عندئذ يضل سواء السبيل. فهم يعمهون، أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. يعني خسر الدنيا والآخرة، في الدنيا لهم سوء العذاب وفي الآخرة ليسوا خاسرين بل هم الأخسرون، يعني أشد الناس خسرانا. هذا الذي خسر نفسه يوم القيامة، خسر الجنة، خسر كل شيء. من هنا يقول الله عز وجل ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. في مطلع هذه السورة حديث عن يوم القيامة، حديث عن الإيمان باليوم الآخر. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. يعني هل عرفت خالق الكون؟ هل عرفت رب العالمين؟ هل عرفت الإله العظيم؟ هل عرفت صاحب الأسماء الحسنى؟ هذا القرآن من عنده، من لدن حكيم عليم. من هو الحكيم؟ قال بعض العلماء الذي يحكم خلق الأشياء، يعني خلق الله عز وجل محكم. فارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. الله عز وجل لم يجعل في هذا الكون خللا ولا خطأ
ولا شيئا غير محكم. فالحكيم هو الذي إذا صنع شيئا أحكمه، والحكيم هو الذي يتقن التدبير، إذا رسم خطة تأتي هذه الخطة محكمة، والحكيم هو حسن التقدير، إذا قدر الأشياء جاءت تقديراته صائبة 100%. إحكام في الخلق، وإتقان في التدبير، وحسن في التقدير، هذا من معاني الحكيم. هذا القرآن إذن من عند حكيم عليم. شيء آخر، عليم بالبواطن، عليم بالأسرار، عليم بكل شيء، وجاء هذا القرآن بالحجم والطريقة والأسلوب والنظم الحكيم. من معاني الحكيم المقدس عن فعل ما لا ينبغي. إذا قلت الله حكيم أي تقدست ذاته عن فعل ما لا ينبغي، فكلما عرفت الله عرفت حكمته، نزهته عن كل شيء لا يليق بذاته. حكيم، هل يليق بالله عز وجل أن يتخذ ولدا؟ هل يليق بالله عز وجل أن يجعل الملائكة إناثا يجعلهم بناته؟ هذا لا يليق بذاته الوحدانية. ربنا عز وجل يقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إذن أراد الله عز وجل أن يعرفنا أن هذا القرآن الكريم من عند خالق الكون، من عند الحكيم العليم. فالحكيم الذي أحكم خلق الأشياء، وأتقن التدبير، وأحسن التقدير، والحكيم المقدس عن فعل ما لا ينبغي، والحكيم من كان مصيبا في التقدير محسنا في التدبير، والحكيم من ليست له أغراض وليس على عمله اعتراض. على كل ما في الكون في كل شيء يعبر عن حكمته جل وعلا. فإذا أردت أن تعرف الحكيم فدونك الكون، ففيه تجسيد لهذا الاسم العظيم. بل إن الحكمة من الأدلة القطعية على وجود الله عز وجل، لولا الخالق لما كان في الكون حكمة. الحكمة أي شيء يرجح بدليل، فالمرجح هو الله سبحانه وتعالى، لا رجحان بلا مرجح. فالحكمة أحد الأدلة على وجود الله عز وجل. قال بعضهم من عرف جميع الأشياء ولم يعرف الله عز وجل لا يسمى حكيما. لا يسمى حكيما إلا من عرف الله، لأنه أصل الوجود، أصل الخير، أصل كل نعمة. فإذا عرفت النعمة ولم تعرف المنعم فلست حكيما، إذا عرفت الخلق ولم تعرف الخالق لست حكيما، إذا عرفت النظام ولم تعرف المنظم لست حكيما، إذا عرفت الكون ولم تعرف المكون لست حكيما. لذلك من عرف جميع الأشياء ولم يعرف الله عز وجل لا يسمى حكيما، ومن عرف الله سمي حكيما ولو كان ضعيف الفطنة، لو كان مستوى ذكاء أقل مما يجب. إذا عرف الله وعرف الطريق إليه فقد عرف كل شيء واهتدى إلى كل شيء. هذا الذي يقول أن يا ربي ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك؟ الذي وجد من فقدك هذا الذي عرفك ما فاته شيء، وهذا الذي لم يعرفك ما أخذ شيئا. الآن من دلائل معرفة الله عز وجل أن تخافه، رأس الحكمة مخافة الله. من دلائل معرفة الله عز وجل الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. من دلائل معرفة الله عز وجل إيمانك أن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. من دلائل معرفة الله عز وجل أن تكون ورعا، إذا كنت ورعا فأنت أعبد الناس، وإذا كنت قنعا فأنت أغنى الناس. من دلائل معرفة الله عز وجل ترك ما لا يعنيك، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من دلائل معرفة الله عز وجل أنك تتعظ بغيرك ولا تتعظ بنفسك، وهذا أيضا من دلائل معرفة الله عز وجل. من دلائل معرفة الله أن تكون أكثر صمتا، لأن الصمت دليل العقل ودليل التبصر والتأني. ومن دلائل معرفة الله عز وجل أن تكون قانعا بما أعطاك،
لأنك عرفته واستغنيت به عمن سواه. من دلائل معرفة الله عز وجل أن تصبر، لأن الصبر نصف الإيمان، واليقين هو الإيمان كله. لذلك موضوع الحكمة إحكام في الخلق، حسن في التقدير، إتقان في التدبير، تنزيه عن فعل ما لا ينبغي، هذا بعض ما يعنيه اسم الحكيم. أما الكون كله، بعد الشمس عن الأرض بحكمة، شدة الحرارة بحكمة، حجم الكرة الأرضية بحكمة، دورتها حول نفسها بحكمة، محورها المائل بحكمة، علاقتها بالشمس بحكمة، القمر معها بحكمة، أي شيء خلقه الله عز وجل متعلق بالحكمة المطلقة، تكاد الحكمة تكون دليلاً أولوياً على الله عز وجل. وفي درس قادم إن شاء الله تعالى نبدأ بقصة سيدنا موسى، إذ قال موسى لأهله، والحمد لله رب العالمين.